قطار الاهلي مستمر نحو الفوز باللقب وتحقيق اللقب، خلاص فاضل له 5 ماتشات ويحقق اللقب رسميا وبيوصل للنقطة 62 في مباراة نوعا ما غريبة من فايلر وتشكيلة غريبة ونوعا ما فكر غريب وشكلنا ظلمنا بجي. حطيني رقم 1 في القصير. قبل نخش في الحلقه انزل اعمل لايك واعمل اشتراك او سبسكرايب في القناه وفعل الجرس عشان تجيلك حلقات اول باول. يلا بينا نخش نتكلم على الحلقه. الاهلي النهارده بدا بتشكيله مفاجاه لمعظم الناس، انه بدا النهارده بتشكيله 4-4-2. التشكيله دي اللي بدا بيها بس مباراه القمه قدام الزمالك وكان بدا عايزها 4-4-2 دايموند وكانش بيلعب باطراف تماما، لكن النهارده بدا بال 4-4-2 كان بيلعب باطراف صلاح اللي محمد الشيخ وجونيور اجاي، لكن النهارده بيلعب برضه مدافعين جداد جنب بعض، كان بيلعب بالشناوي، بيلعب قدام رامي ربيعه وياسر ابراهيم، بيلعب بمحمد هاني ناحيه اليمين، بعلي معلول ناحيه الشمال، بيلعب باثنين في نص الملعب حمدي فتحي وعمرو السوليه واجاي والشيخ واثنين مهاجمين مرام محسن وقلي باتشي. بس في كذا نقطه كان الاهلي النهارده كانت ناقصه عنده. اول حاجه وهي حلقه الوسط ما بين النص الملعب وما بين المهاجمين، لما كنت بتلعب بالسوليه وحمدي فتحي، حمدي فتحي هو اللاعب نمره 6 هو الديفندر الصريح، عمرو السوليه هو اللي كان بيزيد لقدام، بس عمرو السوليه ما كانش عارف يعمل الدور اللي بيعمله قفشه مثلا اللي هو يعمل حلقه الوسط ما بين نص الملعب وما بين المهاجمين، فكان الاهلي فقد الحته دي، والاهلي طالما هو فقد الحته دي فتبقى الاثنين المهاجمين بتوعك ما لهمش جدوى جوه منطقه الجزاء، لان واحد فيهم بينزل لحد نص الملعب سواء مروان محسن او اليو باجي علشان يستلموا الكوره من نص الملعب ويبتدوا هم يبتدوا الهجمه سواء طلعوا ناحيه من ناحيه اليمين. والحاجه الثانيه وده انا مش فاهمها وبقالها كتير جدا في الاهلي، جونيور اجاي. جونيور اجاي تحس ان هو بيجري وراه هموم، في ديون عنده في البيت، في مشاكل زي ما ايمن الكشف كان بيقول ماتش، في حاجه غريبه بيجري دماغه مش في الماتش، بياخد الكره يا اما يتكعبل فيها يا اما ياخد الكره يضيعها يا اما يمس باص، بيجري في الملعب ووشه مقفول. انت مالك؟ لا بجد مالك جونيور اجاي؟ لازم يريح شويه، شفناه النهارده وشفناه في ماتش الزمالك وشفناه في ماتش انبي قبليهم وكذا ماتش ورا بعض، جونيور جاي مش موجود في الماتشات، فانت لازم جونيور جاي تريحه شويه وتبتدي تلعب. عارف لو لعبت بالعربي بدري بدل جونيور جاي والله ممكن يعمل حاجه بدل جونيور جاي. لما نزلت وليس المان في الشوط الثاني بدل جونيور جاي فايق الفريق ابتدى يفهم ناحيه الشمال ده، لكن جونيور جاي بهمومه بديونه اللي عليه مخلي علي معلول مش فايق كمان، لان علي معلول بيلعب في الجبهه دي يعتبر لوحده. جونيور جاي حتى لما بيخش في قلب الملعب بيلخم قفشه اللي هو موجود، يعني هو وبص اللي هو ولا على الطرف نافع ولا جوه نافع ولا اي حاجه نافع ولا مهاجم حتى نافع، اللي هو همومه وديونه اللي عليه مبوظاه تماما يعني. بس الاهلي طول الشوط الاول بيوصل للجول، هو نعم كان بيوصل للجول وجاب جولين بس اتحسب اوف سايد. الجول الاول بتاع احمد الشيخ بتاع وجي اتحسب اوف سايد تقريبا لاحمد الشيخ، والجول الثاني اتحسب اوف سايد على مروان، بس الجول الثاني حلو اللي هو احمد الشيخ ده لمروان ومروان نزلها بدماغه واستلم بادجي وحط في البعيد على طول، بس اتلغت بناء الاوف سايد. وبادجي اللي عجبني فيه اللي هو ابتدى يكسف الناس اللي كانت بتنتقده، الناس اللي كانت بتقول لك بادجي مش لعيب كوره وبادجي ما يليقش بالنادي الاهلي، لا بادجي ابتدى يفوق، بادجي ابتدى يوصل للجون كتير، ابتدى يهدف، ابتدى يلعب كوره مع اللعيبه، رجليه ابتدت تشعر الارض، كان بيقول الناس رجليه مش كويسه، لا هو ابتدى يلعب حتى على الارض، السرهات اللي كان بيحول بيها الملعب من يمين لشمال كتير شفناها النهارده، وكمان رجليه على الجون ابتدت تتحسن اكتر واكتر. لكن الاهلي خرج الشوط الاول في ظل هو مستحوذ، ظل اللي هو ماسك كوره وظل اللي هو ضاغط المصري، خرج الشوط الاول 0-0. بس عندي حاجه صغيره جدا وتعقيب صغير على طارق العشري. اللي عايز افهمه ان طارق العشري لما بيلعب اي فريق كبير بيوقف ال 11 لاعب بتوعه ورا وبتدي يعتمد على الكرات الطويله والكرات البالونيه للمهاجم بتاعه، كان بيعتمد على محمود وادي لما كان موجود ربنا يشفيه ويعافيه ان شاء الله من الكورونا ويرجع كويس ويرجع تاني مع المصري، وربنا يعفي ويشفي كل لعيبه المصري اللي كانت كتير جدا عندها كورونا ولسه ما زال عندهم لعيبه كتير عندها كورونا فربنا يشفيهم كلهم. النهارده المصري كان بيلعب بمهاجم والله ما فاكر اسمه، مهاجم افريقي كده ضخم، طارق العشري كان هو معتمد عليه اللي هو بيبتدي اللي هو يقفل الملعب تماما وبالكره طويله يلعبها للاعب ده، كان بيلخم نوعا ما دفاع الاهلي. بس ماشي انت بتلعب الحته دي، بس لحد امتى طارق العشري هيفضل قدام الفرق الكبيره يوقف ال 11 لاعب ولا 10 لعيبه بتوعه قدام الجول تلعب كرات بالونيه كرات بالونيه كرات بالونيه؟ انت كده مش هتفيد فريقك، ولا فريق هيجيب جول وهيجي في جوان وهتخسر، وهيجي في جوان شفناها في ماتش الزمالك وخسرت، شفناه ضد الاهلي وخسرت، وعارف لما بتيجي تلعب بيراميدز بتلعب بنفس الشكل وبرضه بتخسر، فانت ليه بتلعب بالشكل ده؟ مش فاهم بصراحه طارق العشري ليه بيفضل بالشكل ده على طول. الشوط الاول خلص 0-0، الشوط الثاني بدا بتغيير على طول وليس سليمان بينزل بدل جينا رجيب، ابتدت الهجوميه تنتعش شويه بنزول وليس سليمان وخاصه الجبهه الشمال
اللي هو ابتدى يعمل ثنائيه مع علي معلول يخش القلب الملعب كمان، وعلى طول ابتدى الشوط الثاني الجون الاول الاهلي الكره بتنزل لبجي، بجي على طول تك جون الاول محمد هاني بيلعبه بالعرض تنزل لبجي ببطن رجل على طول في البعيده 1-0 للاهلي. بعد 1-0 وكمان في الوقت الضايع الشوط الاول وطرد احمد ياسر بتاع كام جون، فاكرين احمد ياسر اللي هو جاب جون، احمد ياسر ده هو كده على طول بيعترض وبيطرد وهو شايف نفسه بس، هو شايف نفسه بس، دخل النهارده مقطوره دخلت في رجل قفشه وعادي اللي هو تمام قشطه فاهم، فاللي هو اطرد بعديها وقعد خارج كان معترض جدا مش عارف معترض عليه بس هو كان معترض، وقفشه نزل بدل عمرو السلايه في الشوط الاول، ولما نزل بدل عمرو السلايه اي نعم حمدي فتحي بقى هو لسه الديفندر نمره 6 بس قفشه اللي هو يلعب كوره شويه ابتدى يوصل المهاجمين شويه ابتدى يعمل حلقه الوصل ما بين نص الملعب وما بين المهاجمين. الشوط الثاني بدانا بجون والجون دون ادى الاهلي افضليه اكتر ما هو واخد افضليه اصلا من الاهلي بادئ الشوط الثاني يضغط ضغط مستمر على المصري لان المصري ناقص لاعب وكمان عطار العشري بيدافع، فانت كل حاجه مؤديه ان الاهلي هيكسب الماتش ده وان الاهلي يفضل ماسك كوره وضغطك وكل حاجه، الاهلي ده عمل ده بمزاج كده اللي هو انا ماسك كوره وضغطك وبلعب يمين وبلعب شمال وبلعب كرات عرضيه وبيخلي لعيبه نص الملعب تخش جوه منطقه الجزاء ويعمل كثافه عرضيه في منطقه جزائك وبيعمل كل حاجه هو عايزها النهارده لحد ما جت تقريبا الدقيقه 63 كرة بترفع عرضية زيادة العددية في منطقة جزاء المصري أجادت وجاب حمدي فتحي جون للأهلي بسبب الزيادة العددية جوه منطقة الجزاء و2-0. بعد 2-0 بدأنا نشوف بقى شوية تغييرات، ابتدى يريح علي معلول نزل محمود وحيد، ابتدى نشوف بقى ينزل للأخير في آخر الماتش خالص نزل صالح جمعة. صلاح جمعة اي نعم نزل اخر 5 دقايق واداله 5 دقايق بس لازم صلاح جمعة ياخد على الاقل مثلا نص ساعة شوط كامل عشان تشوف صلاح جمعة، لان اي نعم صلاح جمعة راجع ووزنه زايد وتقيل حركته تقيلة بيقف على الكورة تقيل في الملعب ووزنه زايد بس لازم ياخد دقايق اكتر واكتر عشان يرجع لمستوى تاني وتقدر تكتسبه في ارض الملعب. بس الاهلي النهارده وشكله حلو قدر يكسب المصري النهارده بسبب ان المصري كده كده بيدافعك اصلا، بس عندي حته صغيره ان فايلر لازم الماتشات الجايه وخاصه في افريقيا ما يقلفش، انت عندك ال 4-2-3-1 بتعرف تلعب بيها كويس، بتعرف تستحوذ على الكره بفريق صادق، بتعرف تهدده بكل خطوره في ال 4-2-3، لكن تلعب 4-4-2 او 3-5-2 او 3-4-3 لعيبه الاهلي او اللاعب المصري عموما او عامه لازم عشان تغير له التشكيل اللي بيلعب بيه على طول، الاهلي تقريبا من زمان قوي ما غيرش 4-2-3-1 دي، فانت لما تيجي تغير له مثلا في وسط الماتش تغير ال 4-2-3-1 لتشكيله ثانيه اللاعب المصري ما بيستوعبش الحته دي، اللاعب المصري ما بيستوعبش الحته اللي هو يغير له التشكيله في نص الماتش، لا لازم مثلا عشان تغير التشكيله ككل لازم قبليها مثلا باسبوع تمرن اللعيبه على تشكيله جديده، تبدا لي في الماتش او تبدا لي مفاجاه 4-4-2 اللعيبه ولا هتعمل لك اي حاجه. الاهلي كسب 2-0 وبيبتعد جدا 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 من مصاف الدوري، مفيش اي منافس، المنافسه كلها على المركز الثاني والثالث والرابع بين بيراميدز والزمالك والمقاولين العرب، الاهلي في حته ثانيه خلاص فاضل له 5 ماتشات لو كسبهم يحسم الدوري رسميا اللي هو كده كده اصلا محسوم. مبروك لجمهور الاهلي الفوز النهارده، مبروك الفوز بالدوري، هارد لك للجمهور المصري وربنا يشفي لعيبته ان شاء الله، ولو اخد الكرايه انا في مباراه الاهلي والمصري ورايك انت في الكومنتس، ولو الحلقة عجبتك متنساش تعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناة واشتراك وفعل الجرس عشان يجيلك الحلقات أول بأول، وتابعنا على السوشيال ميديا بتاعتنا في الديسكريبشن تحت، واعمل شير على فيسبوك، ريتويت على تويتر، كان معاكم مصطفى، نشوفكم الحلقة الجاية، سلام.